ينكر موقف على النصر إلا جاهل. ولكن تسألني أنا تقول ليه ما تعلنون عن اسمه، ليه ما قلتوا عن اسمه؟ هذه الملامة الوحيدة اللي حملها الأخ خالد البلطان، لأنه كان الأخ خالد البلطان يمنعنا من ذكر اسمه ويدعم نادي النصر ولكن يرجونا ما نذكر اسمه. ولا واليوم يعني قالها الأخوان الاتحاد قالوا أعلنوها، لذلك أنا أعلنها من الآن وبعدين بستغفر وقال الأخ خالد ما دام سمحت الأخوان الاتحاد يعلنون أنا بستغفر سوف أعلن، لأنك أنت دائما تعمل نادي النصر ومن سنين مو من الآن، من أكثر من 14 سنة يقف معنا ويدعمنا ويؤازرنا ومن الأعضاء الشرف اللي نفخر ونفخر بهم وما قصر معنا، كثر الله خير وكثر من أمثالك.